تقطيع وتوزيع كتيب تراث التفاعل للأطفال، وهاي الكتيب بيتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية اللي بتعزز من موروث الثقافة الهوية الوطنية الفلسطينية، سواء كانت بالعادات أو بالمأكولات أو بالثقافة، بالإضافة للمواقع الأثرية بمختلف أنواعها. طبعا هذا الكتيب بيجي استكمالا لمشروع صفحات أثرية اللي كان في سابقا الضوء المتجول رقم واحد، اللي كان بيحكي عن المعالم الأثرية في قطاع غزة بطريقة قصصية. بتفرض هاي المعالم وكأنها عين للأطفال في الضفة الغربية وأراضي 48. نسعى من خلاله أنه نعزز الموروث الثقافي والهوية الوطنية الفلسطينية للأجيال، وخصوصا أنه أطفال اليوم هم أجداد المستقبل. بحب أوصي أنه يتحول هذا الكتيب التفاعلي لكتيب تفاعلي عبر تطبيقات بتعزز هاي المناطق الأثرية، بحيث أنه ممكن أي طفل بأي مكان بالعالم يزور ويتجول قطاع غزة ويتجاوز فكرة الحصار المفروض علينا. فكرتنا من إنتاج هذا الكتاب كانت لأنه الاحتلال بيحاول يسرق تراثنا، إحنا دورنا كأبناء الوطن نحافظ عليه ونعزز هذا التراث، والفئة المستهدفة هي فئة الأطفال، لأنه أطفال اليوم أجداد بكرة، فهي أحسن طريقة كنا نقدر نرسخ فيها مفهوم التراث الفلسطيني عند الأطفال. برأيي الكتيب هذا رح يلقى نتائج من الأطفال، لأنه احتوى على ألعاب، احتوى على أغاني، احتوى على الأشياء اللي ممكن تلفت انتباه الطفل إنه يمسك الكتاب ويبدأ يقرأ فيه ويتعلم.